Evet. Dikin nahar. Dike? Dikin nahar. Ravi hizar. Yedden min gir ma'ad. Kun lakbat şahri zed. Kun belgin şahri yar. Mevlay. Hi. شهرياري كفاية يا شهرزاد، أصلي واخد أجازة وحالف على البلاد. اوعى تكون دي جوازة ولا ستات جداد. ستات؟ إلا دي ربني خليكي ليا يا منقذة العباد. أصلي همر على الرعية واتنقل في البلاد. يعني بقيت سندباد؟ آه. طب رجلي على رجلك. خلاص يا حبي، رجلك على رجلي. ثلاثين نهار ونهار في صحبة شهريار، حلقات فكاهية بطولة محمد عوض وسهير الببلي، كلمات الأغاني عبد الوهاب محمد، موسيقى وألحان محمد الموجي ومحمد عبد الهادي. ثلاثين نهار ونهار في صحبة شهريار، وكل يوم في حتة وكل يوم في دار. دول ألف ليلة وليلة لكن بالاختصار. ثلاثين نهار ونهار في صحبة شهريار، وكل يوم في حتة وكل يوم في دار. دول ألف ليلة وليلة لكن بالاختصار. 30 نهار ونهار في صحبة شهريار، يكتبها مصطفى الشندويلي، يخرجها حسني غنيم. مش معقول مش معقول، ده انت وزير خطير، وزير دهية. ازاي قدرت تجيب القراصية بسرعة الرهيبة دي؟ ده انت يا راجل انقذتنا من الموقف العصيب بتاع امبارح. مش قلت لك يا شهرياري عندنا وزير اسرع من الصوت؟ ده اسرع من الضوء كمان. شهرياري حبي، خليه يحكي لنا ازاي قدر يجيب القراصية. اتفضل اتفضل قول يا حضرة الوزير. حفظ الله الملك والملكة، لقد أعملت فكري وقلبت الأمر على كافة وجوهه حتى خلصت إلى رأي ناجح. اللي هو كتبت يا مولاي رسالة إلى صاحبي وزير الشام. آه. وعلقت الرسالة في رجل حمامة زاجلة. قلت له إيه؟ قلت له أعني في هذه المصيبة التي توشك أن تأخذ أجلي، وأسرع بإرسال القراصية من فورك. قراصية؟ كويس كويس، لكن هو نفس وزير الشام بعتلك بسرعة إزاي؟ ناشدته في رسالتي أن يجيء بعشرين من الحمام الزاجل، فيربط في رجل كل واحدة منها واحدة من هذه القراصية. يلا يلا، ده انت رهيب. ازاي جات لك الفكرة الجهنمية دي؟ جات له من السياف اللي كان واقف منتظره. عندك أما إنك شاعر مناكب صحيح، هي كلمتك يا راجل جابت لك سيرة. هما كده هوت باستمرار الاتنين دولت، ما بيتوقوش بعض أبدا، عاملين زي الفرخة والديك. أيوة أنا عارفة متجوزين إزاي. بخيلة يا مولاتي مقطرة، ما سقت من مائها ولا أطعمت من طعامها، على أن اسمها طابخة اسم والله على غير مسمى. اخصى عليك يا طابخة، مش الواجب عليك لما تكوني طابخة تقدمي الأكل لضيوفك؟ لا لا لا، أنا بقى هو يا مولاتي هو، إنه لا يبقي ولا يذر. بيخلص لك الأكل كله. لا لا يا مولاتي يا امرأة،
ألا تمسكين على أسرار زوجك؟ صار لك هلالان، لم تطبخي واسمك طابخة، أنت طابخة. ما تحط في عينك حصوة ملح وحبة فلفل بقى. آه وشوية تقلية وفصلتهم. أما تبقى حتة طبخة. ما يهمكيش من جوزك يا طابخة، ما تسأليش في صحة سلامتك. هكذا هو يا مولاتي، يسخر مني ويهزأ دائما باسمي. اديله على دماغه، يعني هو اللي ما شاء الله اسم على مسمى. فعلا والله فعلا، برافو عليك يا زودي في الملحوظة دي. البيه اسمه فحل وهو قد السمسمة، يكونش فحل بصل. شوف شوف راسه مزرعة ازاي. مزرعة خلاص بقى يا زادي خلاص، ما تقومهمش على بعض. قربي على جوزك يا طابخة وهودي جنبه. يلا يلا هيا هيا، أوسعلي بجوارك يا أبا عمرو. تنحي تنحي فاجلسي مني بعيدا، أراح الله منك العالمين. أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. حلوة حلوة كانون دي يا طابخة. تسبني يا زوج السوء، والله والله لأخاصمنك طول حياتي. حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يسر الأقربين. أما راجل طويل لسان صحيح. يا مولاي يا مولاي، إن فحل ابن علقمة هذا عاشق للهجاء، ولو لم يجد أحدا يهجوه فإنه يهجو نفسه. صحيح بتشتم نفسك يا فحل. أجل يا مولاتي أجل. لقد حكى لي يوما أنه يا امرأة اسكتي أنت، أسكت الله صوتك إلى يوم الدين. أسمعت يا مولاي؟ أسمعت؟ إنه يسبني في حضرتك. طب 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 وحاملك إيه بس يا طابخ إذا كان ده بيشتم نفسه؟ لا 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 بقى، أنا مش قادرة أتصور حكاية بيشتم نفسه دي. يعني يقول إيه مثلا؟ يقول الله يخرب بيتي، أما أنا حتة مغفل، والله لو ما سكت لأضربني على دماغي المزرعة دي. مش معقول مش معقول يا زادي، مش معقول حد يقول على نفسه كده. فأحل هتحكي الحكاية ولا؟ خرجت يا مولاتي ذات صباح مهموما قانطا بعد شجار ثقيل مع هذه المرأة، ووجدتني أقول لنفسي أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، ولا أدري لمن أنا قائل. كده وسرت يا مولاي ألتمس إنسانا أسبه فما وجدت، فضاق علي ذلك وشق على نفسي. إلهي انقطع نفسك يا بعيد. تصور يا شهر أياري، واحد مشكلته إن يلاقي حد يشتمه، ده يبقى بني آدم ده. تقولي إيه بقى للهواية لما تتحكم في صاحبها؟ هواية؟ أول مرة أسمع عن هواية الشتيمة دي. يا رب تموت يا فحل. إذا مت يا مولاتي ففي الموت راحة من امرأة هذه الشمطاء. مفيش فايدة مفيش فايدة، مش ممكن هيبطل شتيمة أبدا. أيوة فعلا مفيش فايدة غير طريقة واحدة. والله يا مولاتي والله لقد فهمت ما ترمين إليه. هل أدعو السياف ليقطع لسانه؟ يا سياف لا 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 لا، استنى شوية. انت يا فحل يلي تنشك بزمارة رقبتك، هتبطل طولة اللسان ديت ولا لا؟ مستحيل، ده معجون بمية البزاق. وماذا يعيب السباب يا مولاي؟ والله إنه لحكمة بالغة من حكم الدهر. يا دمك البارد يا أخي، طب ازاي يعني؟ والله إن الدنيا مدينة لذلك الرجل العظيم الذي نطق بألفاظ السباب أول مرة، فلولاه لاقتتل الناس لتافه الأسباب.
الله 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 الله، ده خلاها فلسفة كمان. وهذه أنت يا مولاتي تنهالين علي سبا، حتى لقد أحصيت عليك نيفا 20 لفظا وما تزالين. قاعد تعدلي يا مضروب. طب كمل كمل الحكاية وبلاش قلة الأدب دي. أنا يا سيدي قلت إنك طلعت على باب الله، طلعت تعس على رزقك وما قابلتش حد تشتم. ربنا كان قافلها في وشه. وبعدين جعلت أدهور البيت في أشداقي يا مولاي، ولا أرى أحدا جالسا في ركن أو بارزا من محله، حتى إذا رأيت وجهي في الماء قلت أرى لي وجها قبح الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامل. مولاي مولاي. نعم يا طابق. كنت قد وعدتنا بجائزة يا مولاي، أما أنا أن نتسلمها؟ حاضر يا ست طابقة، حاضر من عيني الاتنين، هيحصل إن شاء الله. والله يا مولاي إنك سئلت فلم تبخل ولم تعط طائلا، فسيانة لا ذم عليك ولا مدح. يا ابن الذين ادوله كيف فورا ادوله. عاش شهريار الملك، عاش شهريار الملك، عاش شهريار الملك، عاش شهريار الملك. مولاي ايه ابوح لك بسر. ايه والله والله ما جئت وزوجي فحل الا لنحذرك من عنبسة ابن وهب صاحب مشورتك. ماله يا طبخ ده راجل طيب. احذره يا مولاي. ايه الموضوع؟ ما تفهميني. لا اقول اكثر من هذا يا مولاي. نعم نعم، واناشدك الا تكلفني ما لا اطيق. ايه يا طبخه انت لازقه في الملك كده ليه؟ ها؟ تعالي هنا اطمر رقبتك على سترك. خادمتك يا مولاتي خادمتك. بيحذروني من عنبسة ليه؟ لما اطلب له حكايه واختبره من غير ما حد ياخد باله. ياري مالك يا حب؟ انا مشغول وعمال تاكل في ضوافرك كده ليه؟ لا لا ابدا لا ابدا، بس في واحد صاحبي مزنوق في قرشين ومش عارف اتصرف معاه ازاي. طب ما تديله قرشين ولا ما معكش فكه؟ لا ده عايز مبلغ كبير قوي، حاجه كده تتعدى بالوف الالوف. قول له استنى الاول الشهر لما نقبض. ايوه بس انا خايف لحسن يزعل وياخد على خاطره. هي مشكله فعلا. طب اسمع، ما تبعت تنده الراجل اللي بيحل المشاكل وتاخد رايه. تقصدي عنبسة ابن وهب؟ يا حاجب مولاي انتهى لي صاحب المشوره. دمت شهيدا يا مولاي. ازيك يا عم عنباس، ما حدش بيشوفك ليه؟ عنباس ايه يا زيزي؟ عنباس ايه؟ ايه اسمه؟ عنبسة مش عنباس. اسمع يا عنباس، قصدي يا كرباء يا عنبسة، انا واقف مشكلة وعايز اخد رأيك فيها. ستجدني ان شاء الله من الناصحين. شوف بقى انا هقول لك الحكاية. في واحد ادي الموضوع كله. ايه رأيك بقى؟ يا مولاي يا مولاي، إن من صنع مثل ما صنع إليه فقد رد الجميل، ومن ضعف كان مشكورا، ومن شكر كان كريما، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يعني ندفع المبلغ؟ بعد المنطق اللي اتكلم بيه عنبسة لازم تدفع طبعا. مبلغ كبير يا جماعة. ياري ياري ولا يهمك. يلا يلا قوم بينا ننزل قاعة الفرفشة. ها تيجي معانا يا عم عنباس؟ ما تيجي معانا وتخلص. يا مولاتي يا مولاتي مالي والفرفشة؟ بارك الله فيك يا عنبسة. ياري
أنا زعلانة منك. ليه كفل الشر؟ عشان عم عنبسة مش عايز يجي معانا قاعة الفرفشة. لا وهو يقدر على ذلك يا حياتي. يلا بينا يا عنبسة. أمرك يا مولاي. هيا يا قوم هيا، هذه ليلة سعد وابتهاج. أين المغني إسحاق؟ الله الله، إسحاق حيغني ده يجنن. ابسط يا عم عنبسة، هتسمع شوية غنى، إنما إيه معتبرين. والله يا مولاي إني لعزوف عن هذا وزاهد فيه. والله يا مولاي إني ما طن في سمعي حرف غناء ما حي. يلا الحب فوقي سحاب والحب تحتي سيول. الحب فوقي سحاب والحب تحتي سيول، فذا يهوس برجلي وذا علي هطول. وللصبابة عندي مدينة وقبيل. وللصبابة عندي مدينة وقبيل، وليس حولي إلا رياح حب تجول. رياح حب تجول. تجنن، يسلم بقك يا إسحاق. فرفش يا راجل كده بار. أصلح الله الأمير. مولاي مولاي، هل تأذن لي بالنهوض؟ أوي أوي، تفضل تفضل. شهرياري. نعم يا روحي. الراجل عنبسة ده مش داخل دماغي أبدا. يعني مش مصدقة الحاجات اللي هو بيقولها. لا يا زيزة بقى، حرام عليكي. انت عارف طول ما احنا قاعدين في قاعة الفرفشة ما شلش عينيه عن البت خوخة الجري، وكان ناقص يقوم ياكلها هم هم هم. يا زيزة قولي كلام غير ده، راجل مبروك وصالح. وحياتك راجل مبصبصاتي وعني بيضة. لا معقول يا زيزي. طب بس استنى. أنا هستخدم معاه طريقة كيدهن عظيم. في طريقة اسمها كيدهن عظيم. هات ودنك وأنا أقولها لك. بس طب يلا يلا شوفي شغلك يا لئيمة يا طعمة. تعال تعال يا بنتي يا خوخة. مولاتي. مولاك الأمير حيكلفك بمهمة وعايزاكي تعمليها كويس قوي، فاهمة؟ مولاي. شوف يا خوخة. نعم. عارفة عمك عنبسة؟ عنبسة ومن يا مولاي؟ اللي كان معانا مبارح في قاعة الفرفشة. أجب أجب، عرفته يا مولاي. تعرفي بيته يا خوخة؟ أعرفه يا مولاي. طب شوفي بقى، هتاخدي اللفة دي وتروحي له بيها وتقولي له إيه؟ أقول مولاي يقرأك السلام وقد أرسلني بهذه الهدية. لا مش بس كده، لسه مهمتك ما انتهتش. نعم. تعالي تعالي أقول، هاتي ودنك اللي تنقطع دي. تقولين إن اسمك خوخة؟
والله إنك لمن أطيب المأكول يا خوخة. اخفض صوتك يا سيدي، فلا الحيطان أذان. لا تخافي يا خوخة الشعت، فما من أحد يغشانا في هذا الليل. سيدي سيدي، إنني أخاف أن يعثر علينا. كيف يعثر علينا ولا أحد يعرف مكانك؟ تعالي. لا ليس الآن يا عنبسة، ليس الآن، بل الآن يا خوخة. خوخة تعالي تعالي، نصل من أمرنا ما تباعد وانقطع. لا لا لا، ولكن نحن من الملك على خطى. فماذا تخشين؟ الباب دوننا مغلق. لا 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 يا عنبسة، دعني أدبر ما يتم به أمرنا. اسمعني اسمعني، بعد ثلاث يمضي الأمير مع حاجيته إلى بستانه البعيد، فإن أرادك على الذهاب معه فأظهر أنك عليل وطموح. أنا مندهش. إزاي بس يا زيزي؟ بيت يا اخوها اوعى تكوني بتكذب يا بنت الاحسن. والله والله اقطع رقبتك. اذا يموت عنبسة حزنا يا مولاي. بيت يا اخوها، خوري من قدامي دلوقتي، ده انت تخربي بلدي. خوري. يا وزير. مولاي. كله تمام؟ نعتمد على الله؟ لم يحضر عنبسة ابن وهب يا مولاي. ليه بقى؟ لازم يجي معانا، مش يمكن تقابلنا مشكلة كده ولا كده ونحتاج له؟ إنه مريض يا مولاي. ولو يجي برضو واشوفه بنفسي. أمرك يا مولاي، سأرسل في طلبه توا. ضرب يا عنبسة يا ضلالي. ايه ده؟ شوف عامل في نفسه ايه. ايوه عيان يا كبدي، مسكين مش قادر يتحرك. طبعا جايين شايلينه. شوف رابط عينيه ودماغه ازاي. قال طولي بالك. ايه خير يا عم عنبسة؟ سلامتك يا راجل. رأسي يا مولاي، رأسي، عيناي، ظهري، أطرافي. لا ألف بعد الشر، ده انت مفروض تسافر بلدكو فورا. عشان أهلك يرعوك هناك. والله يا مولاي والله لا أقدر على الحركة. ومقامي هنا حتى أعود أفضل من ذهابي. إيه؟ امشي يا راجل يا دنيا قليل الحياة، ده أنا حكسر دماغ. مولاتي أتسبينني بلا جريرة؟ كلب لما يجرك. بيت يا خوخة. مولاتي. تعالي هنا هوت وجهي حبيب القلب. عنبسة. قولي له ايه اللي حصل. ويلي، لقد غرر بي. هلكنا والله، وضعنا في ابي نكلة. ابي نكلة بقى يا راجل يا خايدي العيش والمانجا، ما لقيتش غير حريم الامير تعكس. مولاي مولاي. انزل من على قال نزلت عليك حيطة. ياخد عقابه فورا يا وزير. مولاي. يركب حمارة عرجب المالوب وينزفوا في وسط البلد والعيال يمشوا وراه ويقولوا عنبسة يا عنبسة، هكذا حب النساء. عنبسة يا عنبسة، زيت عند الصباح وادو هل في المساء. عنبسة يا عنبسة، هكذا حب النساء. عنبسة يا عنبسة، هكذا حب النساء. سيد عند الصباح وادو هل في المساء. عنبسة يا عنبسة، هكذا حب النساء. عنبسة يا عنبسة، هكذا حب النساء.
عرفتني بقى يا شهرياري؟ عرفت اني نظري بعيد؟ انجي ده انت ده يا مسيحة. راري زادي بكرة كمان هنقول كمان ونعيد كمان حكايات زمان مع شهر الزاد مع شهر يار حكايات قدام كتف هزار 30 نهار ونهار بطولة محمد عوض سهير الببلي غناء محمد عبد الهادي شادية حسني 30 نهار ونهار يكتبها مصطفى الشندويلي يخرجها حسني غنيم 30 نهار ونهار في صحبة شهر يار وكل يوم في حتة وكل يوم في دار ألفين لو ليلة لكن بالاختصار